إسرائيل قامت باغتيال أحد أهم قادة حزب الله اللبناني يوم أمس، والتفاصيل تحدثت عنها العديد من المصادر المهمة، على سبيل المثال The National News، Voice of America، والجيش الإسرائيلي. والشخص الذي قامت إسرائيل باغتياله هو ميثم العطار، أحد أبرز قادة الحزب، ليس فقط على المستوى الميداني وإنما حتى على المستوى الاستراتيجي البعيد. إسرائيل قامت باغتياله بهذه الطريقة عندما كان بسيارته في لبنان، في منطقة من المفترض أن تكون آمنة بالنسبة لقيادات حزب الله اللبناني، ونوعا ما بعيدة عن قدرة إسرائيل في عملية الاستهداف. وهذه زاوية أخرى للنقطة التي استهدف بها العطار كما ترون هنا. ودعونا نحدد هذا الموقع لكي نرى هذه التفاصيل وكيف جرت عملية الاغتيال من قبل الجانب الإسرائيلي. يصبح واضحا هنا هذا المبنى الذي نراه بهذا الشكل المميز، والذي يأتي أمامه بشكل واضح عملية الاستهداف. وكذلك إلى جانب هذا المبنى هنالك هذه النقطة التي يبدو بأنها معرض للسيارات، ونلاحظ بأن السقف أو القرميد يأتي باللون الأحمر كما هو واضح. هنالك صورة أوضح للمبنى وللمعرض هنا بهذه المنطقة. هذا هو المبنى وهذا هو المعرض الذي نراه، وعلى مسافة بسيطة نرى هذا المبنى المميز الذي سيكون نقطة الوصول لهذه المنطقة. ترى التصميم المميز، المربع الكبير هنا الظاهر على هذا المبنى، وكذلك الشبابيك. وبالتالي دعونا نذهب إلى هذا المبنى لنبحث عنه، ومن ثم نعتمد على العلامات الأخرى. ولاحظ عندما نتجه بالقمر الصناعي ستلاحظ بأنك ستتجه إلى الشمال باتجاه شرق لبنان، إلى الشمال منها، وباتجاه من؟ باتجاه بعلبك هنا، وهذا هو سهل البقاع. إلى الشمال على مسافة 15 كيلومترا سنتجه إلى منطقة شعث، وباتجاه مفترق الطرق هنا الذي نقترب منه كما تلاحظون هي نقطة الاستهداف. والمبنى المتطابق مع المبنى الذي أشرنا له قبل قليل هو هذا المبنى. لنأخذ 180 درجة من هذا المبنى ونحاول هنا أن نأخذ صورة واضحة، وستلاحظ أن هذا فعلا هو نفس المبنى الذي رأيناه قبل قليل بهذه الصورة. هذا هو المربع، هنا الشبابيك واضحة، مما يؤكد أن هذا هو المبنى فعلا الذي كان ظاهرا بهذه الصورة. والأمر يتأكد بشكل أكبر عندما ننسحب قليلا من هذه المنطقة لنحاول أن نطابق الصورة الأخيرة التي رأيناها ونتأكد منها. ولاحظ هذه هي بالفعل هي نفس المنطقة، ترى هذا هو نفس المبنى الذي كان ظاهرا أمامنا، وهذا هو المعرض بلون القرميد باللون الأحمر أو السقف باللون الأحمر، وكذلك ترى هذا هو نفس المبنى. وبالتالي السيارة كانت ببساطة الخاصة بالعطار، كان هنا في هذه النقطة تقريبا عندما جاءت الطائرة المسيرة الإسرائيلية وقامت باستهدافه مباشرة وأردته قتيلا. وهذا يوضح بأن الاختراق كبير من قبل الموساد الإسرائيلي، ويأتي في كل مكان على حزب الله اللبناني، ويستطيعون الوصول إلى قادة مهمين مثل هذا القائد الذي نتحدث عنه من قبل الجانب الإسرائيلي بهذا الاستهداف الدقيق للغاية. هذا الرجل ببساطة قالت إسرائيل بأنه رجل ليس بالعادي أبدا، هو أحد المسؤولين والقيادات في وحدة الدفاع الجوي في حزب الله اللبناني، هو المسؤول عن تطوير قدرات حزب الله اللبناني الصاروخية وعلى مستوى الدفاع الجوي. سبق له وأن ذهب إلى إيران في عدة مرات لاكتساب المعرفة والخبرة لبناء هذه القدرات، وفعلا لاحظنا بأن القدرات لحزب الله اللبناني على مستوى الدفاع الجوي في الفترة الأخيرة قد تصاعدت وتطورت كثيرا، وأن هنالك عدد من الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تمكن حزب الله اللبناني للمرة الأولى بإسقاطها وبفترات متقاربة للغاية، مما يوضح لك العمل الكبير الذي قام به. كذلك أن عددا من الأوساط الغربية تحدثت بأنه مسؤول عن عمليات التهريب لأسلحة الدفاع الجوي وغيرها، كان يلعب دورا في مسألة دخول هذه الأنظمة أو هذه القدرات. وعلى هذا الأساس إسرائيل وجدت أن عملية استهداف هذا الرجل هي تعتبر ضربة كبيرة لحزب الله اللبناني على مستوى قدرات الدفاع الجوي. وفي الفترة الأخيرة لاحظنا بأن الجانب الإسرائيلي يستهدف كل شيء متعلق بمنظومات الدفاع الجوي الخاصة بحزب الله اللبناني، على سبيل المثال استهداف القيادات مثل هذا الرجل ميثم العطار،
الرجال أو البنى التحتية الخاصة بهذه القدرات أو حتى أي شيء قادم من الأراضي العراقية إلى سوريا إلى لبنان أو من سوريا إلى لبنان قادمة بالجو من إيران إلى سوريا إلى لبنان، كل هذه استهدفت بشكل كبير، خاصة أن معهد ألما الإسرائيلي كان قد تحدث أيضا وعدد من المعاهد الأخرى أن هذه الضربات تكثفت منذ نهاية شهر فبراير من هذا العام حتى يومنا هذا أو حتى يوم أمس، الكثير من الضربات من القصير حتى اتجاه تقريبا شمال النبطية الموجودة في لبنان، تقريبا 24 ضربة جاءت على طول الخط باتجاه قيادات وقدرات مرتبطة وشحنات للأسلحة بقضايا الدفاع الجوي. وطبعا الهدف الرئيسي بالنسبة لإسرائيل هنا أن تبقي حزب الله بلا قدرات للدفاع الجوي، وذلك لكي تكون إسرائيل مستعدة للعمل بفعالية كبيرة للغاية عندما تبدأ على المستوى أو تبدأ بهجومها البري على حزب الله اللبناني. تبقى الأجواء مفتوحة من دون أي عوائق بالنسبة لإسرائيل، لأن بداية عملية الغزو على جنوب اللبناني ستكون بضربات جوية كثيفة للغاية، وهذا يعني أن الطائرات قد تقترب، قد تصبح من نقاط قريبة، ممكن لحزب الله اللبناني أن يشكل خطرا على هذه الطائرات. وبالتالي واضح الهدف الرئيسي من هذه الضربة، وواضح أن التحضيرات أيضا الإسرائيلية مستمرة على المستوى الميداني للتقدم، خاصة إن كانت هنالك 4 خروقات إلى 5 خروقات أو لجدار الصوت تحديدا من قبل الطائرات الإسرائيلية باتجاه صيدا، الأمر الذي سمعه الكثير من السواح المواطنين اللبنانيين وغيرهم في هذه المنطقة. وهذه الحادثة تكررت مرارا وتكرارا حتى باتجاه بيروت، مما تعطي رسالة غادروا لبنان لأننا سنبدأ بالتقدم بهذه المنطقة ولن تكون الأمور سهلة أبدا. هذا الاستهداف باتجاه ميثم العطار يأتي بعد يومين فقط من عملية اغتيال أبو نعمة، وهو قائد وحدة عزيز، هذه الوحدة المسؤولة عن عمليات الأمنية في جنوب غربي لبنان، وكذلك بعد 3 أسابيع من اغتيال أبو طالب وهو قائد وحدة نصر، الوحدة المسؤولة عن كل العمليات الأمنية والدفاع عن جنوب شرق لبنان، وهذه وحدة مهمة للغاية بالنسبة لحزب الله اللبناني. بالتالي ترى أنت كل شيء يهيأ على المستوى الميداني بالنسبة لإسرائيل، وهذا الرجل ميثم العطار الذي نتحدث عنه يعتبر فعلا مهم كما نتحدث الآن، خاصة وأن حزب الله اللبناني رد ردا كبيرا على إسرائيل اليوم، لم يكن الرد سهلا أبدا، استخدموا أكثر من 150 صاروخا استهدفوا بها الجليل الأسفل، وكذلك استهدفوا أيضا الجليل الأعلى وميرون وعدد من النقاط الأخرى، والضربات كانت فعلا ضربات مؤثرة هذه المرة واختلفت عن سابقاتها. هذه هي صافرات الإنذار في الداخل الإسرائيلي كما تلاحظون في الجليل الأسفل، هذه هي بحيرة طبرية، وهذه هي بعض المناطق القريبة من الجليل الأعلى والتي تعتبر جزءا من الجليل الأعلى، وهذه هي أيضا استهدافات بتقريبا 30 صاروخا لقاعدة ميرون للمراقبة الجوية الإسرائيلية، وهذه ضربة أخرى في هذه المنطقة، العديد من النقاط قد سقطت عليها هذه الصواريخ، ولكن هذه المرة من هذه الاستهدافات التي نرى الكثير من اللقطات لها أدت في نهاية المطاف إلى جرح شخص، ولكن هذا الشخص اتضح من بعض التفاصيل الأولية بأنه يحمل الجنسية الأمريكية وبأن حالته خطيرة للغاية، وهذا قد يعني ظرفا صعبا للغاية قادم على هذه المنطقة وعلى هذه الحرب حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن العمل على الدبلوماسية لا زال حاضرا، وفرص الدبلوماسية لا زالت حاضرة على الطاولة لما ممكن أن يجري في لبنان، وذلك من خلال تطور المفاوضات في قطاع غزة، حيث أن وكالة رويترز في 24 ساعة الماضية أو 48 ساعة الماضية نشرت بأن كان هنالك لقاء بين وفد من حركة حماس والأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، وكانت هنالك إجابات إيجابية، بعض الأجوبة الإيجابية القادمة من حركة حماس لحزب الله اللبناني بأنهم يوافقون على نوع من الهدنة، ليس واضحا وليست واضحة التفاصيل من هذه الهدنة، لكن هنالك نوع من التقدم في هذه المفاوضات، وبأن بيل بيرنز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA رئيس الموساد الإسرائيلي رئيس وزراء قطر كلهم الآن موجودين في الدوحة مع عدد من المسؤولين الآخرين للتفاوض على اللمسات الأخيرة لهذه الهدنة، لكن الوول ستريت جورنال نقلت بأن هنالك نوع من الاعتراضات الإسرائيلية حول تفاصيل هذه الهدنة، لذلك ليس واضحا إذا ما ستكون هنالك أي نجاحات في هذه الهدنة، لكن هنالك تقدم مدروس. مع ذلك
أن هذه التفاصيل التي ممكن أن تؤدي إلى إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يؤدي إلى إيقاف تراشق الصواريخ والضربات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ودفع هذه الأزمة إلى الأمام قليلا، وتفادي الحرب في منطقة الشرق الأوسط قد تكون حرب إقليمية خطيرة. مع كل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها، إلا أن إيران ترى في الأفق بأن الأمور ستكون سيئة للغاية بالنسبة لها في الفترة القادمة، في الأشهر القادمة أو حتى في السنوات القادمة، خاصة مع التغير الذي جرى في الداخل البريطاني. كير ستارمر الذي ترونه هنا، هذا الرجل أصبح رئيسا لوزراء بريطانيا بدلا من ريشي سوناك. هذا الرجل معروف بأنه ضد إيران وضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران وضد النفوذ الإيراني، ويريد أن يتخذ إجراءات للتقويض من نفوذ إيران الذي زعزع استقرار المنطقة كما يراها هو بكل تأكيد. حتى أن حزب العمال البريطاني بحسب البيان الصادر الخاص به بعام 2024 قبل أسابيع قليلة وقبل فوز هذا الرجل، كانت قد تحدثت في هذا البيان بشكل واضح، تحدث هذا الحزب بأنهم يريدون إعادة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب أو وضعهم في قوائم الإرهاب في حقيقة الأمر، لأنهم مدرجين من قبل الولايات المتحدة، وهذا يعني تطور خطير على مستوى العلاقات بين بريطانيا وإيران، وبأن الأمور لن تكون مثل ما كانت عليه بين الحكومة البريطانية السابقة وإيران التي تعاطت في الكثير من التفاصيل. وهذا التطور لأهم حليف وأبرز حليف للولايات المتحدة الأمريكية ألا وهي بريطانيا، يصاحبها أيضا تطور كبير على مستوى الداخل الأمريكي فيما يجري بين دونالد ترامب وبين جو بايدن بعد المناظرة الأولى السيئة بالنسبة لجو بايدن، إلا أن جو بايدن يرفض عملية الانسحاب، يرفض الدعوات التي تطالبه بالانسحاب ومستمر بهفواته في العديد من اللقطات المصورة له، وهذا هو الأمر الذي يجعل دونالد ترامب الأقرب في الفترة القادمة وفي شهر نوفمبر إذا بقي جو بايدن منافسا له ومرشحا على الحزب الديمقراطي أن يفوز في الانتخابات وفي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. الإيكونومست كما تلاحظ أوضح بأن دونالد ترامب متقدم الآن بنسبة 74% مقابل جو بايدن الذي يحقق 25% كفرصة للفوز في الانتخابات الأمريكية. لاحظ كيف تغيرت الأمور هنا بعد المناظرة الأولى كما نلاحظ، وكذلك أيضا بشكل عام CNN ABC نيوز وغيرها كلها تضع دونالد ترامب متقدما على جو بايدن بست نقاط تقريبا، وهذه تعتبر نسبة كبيرة للغاية حتى على مستوى الولايات المتأرجحة، وهي التي من الممكن وهي السبب الأساسي في فوز أي رئيس أمريكي في الانتخابات الأمريكية. تلاحظ أن دونالد ترامب متقدم في أغلب هذه الولايات، في نيفادا بفارق 3 نقاط على جو بايدن، ومتقدم دونالد ترامب في نورث كارولينا ب3 نقاط وكذلك في بنسلفانيا ب7 نقاط، بينما جو بايدن متقدم في ويسكونسن ب3 نقاط. كذلك عندما ترى هنا جورجيا، دونالد ترامب متقدم بنقطة على جو بايدن، ومتقدم في أريزونا ب3 نقاط على جو بايدن، لكن جو بايدن الآن تقدم في ميشيغان ب5 نقاط كما نلاحظ. بشكل عام الولايات المتأرجحة والنسبة والمجموع لجميع الولايات المتأرجحة ترى بأن دونالد ترامب بحسب ريل كلير بوليتكس هو متقدم بنقطتين كما هو واضح، وهذه كفيلة بوضع دونالد ترامب في نقطة كبيرة للتقدم، حتى على مستوى أن جو بايدن ممكن أن تزداد الأمور سوءا بالنسبة له بالولايات المتأرجحة، خاصة وأننا في اليومين الماضيين والثلاثة أيام الماضية جاء الإعلان الرسمي بهذا الشكل كما نشر في CNBC بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى نسبة 4.1%، مع كل الهجرة الغير شرعية التي تأتي إلى الداخل الأمريكي. 9.7 مليون من المهاجرين الغير شرعيين دخلوا للولايات المتحدة خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصلت إلى 4.1%، وهذه أعلى نسبة تصل إليها الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى البطالة منذ أكتوبر عام 2021، وهذه كفيلة بتوجيه ضربة أخرى لجو بايدن. وتلاحظ هنا التبرعات لدونالد ترامب وصلت إلى 331 مليون دولار بحسب الفوكس نيوز، بينما جو بايدن تبرعاته وصلت إلى 264 مليون، وممكن حتى التبرعات أن تزداد سوءا على جو بايدن، خاصة أن الممولين لجو بايدن ولحملته الانتخابية والممولين للحزب الديمقراطية الآن تحدثت أكسيوس في أكثر من تقرير بأن المليارديرية المسؤولين عن هذه المسألة وعن التبرعات الآن توقفوا
عن دفع الأموال لجو بايدن ولحملته الانتخابية، لأنهم يرون أن هذا الرجل سيخسر من مناظرته الأولى، من اللقاء الأخير في الـ ABC نيوز الأمريكية، يجدون أن الرجل غير قادر على الفوز على دونالد ترامب، إلى درجة بأن هؤلاء الديمقراطيين الآن يحاولون أو حولوا أموالهم من جو بايدن إلى المرشحين في الكونغرس الأمريكي في مجلس النواب وكذلك في مجلس الشيوخ الأمريكي، ليحاولوا قدر الإمكان أن يفوزوا في الكونغرس بشكل عام ويخلقوا حائط صد، حائط ناري ضد كل قرارات دونالد ترامب التي ستكون بحاجة للمرور بالكونغرس. سيكون الديمقراطيين جاهزين لصد هذا التطور أو هذا التقدم من قبل دونالد ترامب، وبالتالي يحاولون إفشال هذا الرجل قدر الإمكان. وهذه مسألة صعبة على جو بايدن طبعا بكل تأكيد، لكن كما تحدثنا بأن إيران منتبهة لمثل هذه التطورات وتعلم تماما بأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد مع دونالد ترامب قد يعني قصة مختلفة على إيران وضغط كبير للغاية على فصائلها، إن كان حزب الله اللبناني، إن كانت الفصائل في سوريا، ما ممكن أن يكون قادما باتجاه العراق أو حتى باتجاه العمق الإيراني بشكل عام من عقوبات وإجراءات وقرارات وغيرها.